اول حاجه غمضة بيها هما هاد المعنات اللي باللون الكري والاخضر، خديتهم من اسواق السلام، ولكن البنات راه متواجدين تقريبا بزاف المحلات اللي خارج من هاد الاسواق الكبار، ماشي بالضروره تمشي لمرجان لاسواق السلام باش تاخديهم. الوغ الثمن ديالهم راه ما بين 40 حتى 70 درهم. خديت هادي لان انا من الناس اللي من كيبغي يغسل الخضر الفواكه كنضطر انني نغسل لافابو شحال من مره، لان راكم عارفين الوسواس ديال النقاوه، فبالتالي كنت كنقلب على شي بانيو هكا صغير اللي نحط فيه الخضر والفواكه نغسلهم فيه، وفي نفس الوقت ما يهزوش ليا المساحه. وكي كتعرفوا البانيوات ديال البلاستيك ولا اي حاجه من كتغسليهم كتمسحيهم كياخد لك اسباس كبير تحت لافابو ديالك، وانا صراحه ما بغيتش هذه من ضمن المشاكل اللي انا كنحاول انني نيفيتيها في الكوزينه ديالي. فما لقيت هادو ما قلتش لا، خديتهم وكنقول ياك ما كيخسروا ياك ما غيخسروا، وصراحه جربتهم وعاود جربتهم باقين كيبانوا جداد. من كنسالي منهم كنمسحهم مزيان كنتنيهم وكنحطهم تحت البلاكار، كي غادي تلاحظوا ما كيهزليش بالمره البلاصه، وكنبقى هكا الخدمه ديالو سهله، وكذلك جاتني انا براتيك. كاينه حاجه اخرى تاني اللي خديتها اللي هي كانت مفيده بالنسبه ليا، اللي هما هاد سطوله. عندي مشكل في الحمام، عندي الحمام صغير وراكم عارفين السطوله كيهزو بزاف ديال الاسباس، وعاد كيبان لك فريمون الكوزينه ديالك مرونه، فكان خاصني شي سطل اللي هكا يكون كيتنا يقدر يتعلق او يقدر يتخبى تحت لافابو بلا ما يمحني بلا حتى شي حاجه. فريمون هذا البنات زوين، راه فاش كتعمريه بالماء راه فريمون سوليد، وفاش كتبغي تخبيه ما كيهز لك لا مساحه لا حتى شي حاجه. انا جاني براتيك، قولوا لي انتم الراي ديالكم، ولا خديتوهم وجربتوهم ما تنساوش تقولوا لينا في لي كومونتير كيف جاوكم. اي بي فوالا، دونك كي كتشوفوا بجوج الحوايج قدرت نفك المشكله ديال الكركبه اللي عندي في البيت، ودابا غندوزو للحاجه الثالثه. بالنسبة للفكرة الثالثة، لقيت واحد الشبيكات اللي متواجدين بكثرة في الأسواق هاد الأيام، عجبني العرض ديالهم وكذلك لبيسور ديالهم، كيبانو صغيرين حيت أنا ما كيعجبنيش داك الشباكي الكبار، لأن ما كتعرفو كيكون تلاجة صغيرة بلاكارات صغار ما كتقدرش تقسميهم، فبالتالي خديت ثلاثة صغار وخديت حتى الكبار. من المشكلة ديال الكبار فاش كتعمريهم بزاف، إيفو مثلا كتهزي كل شيء كيترون. لقيت ليهم الحل، الحل فريمون ساهل، أنا متأكدة غادي يعجبكم. غادي تجيبي الخيط كما كان عندك، انا هنا خديت ديال الترومبيه اللي كتعرفوها، وغادي نحاول انني نقسم بالطريقه اللي تناسبني. بحال انا عندي جوج الحوايج، عندي لي برودوي اللي كندير وجهي، وعندي لي برودوي ديال الدوش. لي برودوي ديال وجهي قلال، ولي برودوي ديال الحمام كبار، فقسمت جهه صغيره وجهه كبيره، والطريقه سهله بيسكو هادو فيهم دوك التقيبات ديال الشبيكه كندخلهم وكنخرجهم، وهكايا درت واحد الفرق او سيباراسيون وسط الشبكه ديالي، وغتشوفوا فريمون ما غيبقاش الكركبه، كتجي زويونه والمنظر ديالهم زوين. الا كان عندك هذا المشكل حاولي تقسمي الشباكي ديالك بهذه الطريقه، سينو ما كانش عندك هاد الخيط ديري هذوك العويدات اللي كنديرو في الشوا ديال الخشب، حتى هما كيجيو زوينين، وتبتيهم في الجناب باللصقه، حتى هي صراحه كتجي زوينه. انا هنا من ساليت قطعت وهكا جمعتهم بالبريكه باش ما يتحلوش ليا، ودابا غادي ننظم لي برودوي ديالي وغتشوفوا معايا النتيجه. انا من عشاق الديكور ديال طاوله الاكل، وكنعرفوا بان ماشي كل نهار بامكاننا نحطوا طبيصله جداد او معنات جداد. عندي لك واحد الطريقه اللي تخلي كل نهار الطاوله ديالك تبان بواحد الشكل مختلف، اللي هما هاد لي طابي البنات. انا كي كتلاحظوا واخده منهم بزاف، وغتشوفوني في هذا المقطع كنحاول نبدل غير الفراشات وكنخلي نفس الماعن، وكنبدل الوريدات، وهكا كتبان الطاوله بحال اللي راني حاطه ماعن جداد، الوغ كو انا بدلت فقط غير لي زاكسيسوار وخليت المعنات. فهذه فكره من الافكار اللي بغيتي ديري التغيير في الطاوله ديالك، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالك.
ودابا غادي ندوزو لواحد الوصفة صحية اللي غزالة بزاف. اولا قبل ما ندوزو المكونات ونقول لكم الفوائد ديالها، بغيت نوريكم هاد القريعة والكاس اللي خديت من مرجان، صراحة واعرين بزاف وبخاتيك بحال هكا ديري فيهم بحال هاد الوصفات، وكل صباح تاخدي كاس. الوغ هادي فيها اترو ديال الماء، فيها ليمونة او حامضة، وفيها معلقة ديال النافع. الفوائد ديالها البنات كتصفي لك الدم ديالك مزيان، وكذلك كتساعد على ان الوزن ديالك ينقص. غزالة وصحية، ما عندكم مناش تخافوا منها. ودابا غادي ندوزو الفكرة الرابعة اللي هي ان دائما تحرصي من تغسلي الخضر ديالك، ديري ليهم واحد طابية هكا باش كينشفوا، وهذه البنات كتصلح حتى المعينات صراحة، بخاتيك بزاف، ما كتخليكش انك تضيعي وقتك في المسيح، وفي نفس الوقت كتعاونك بزاف. البنات خديتها من ايكيا بالنسبة للناس اللي غيسولوا. ودابا غندوزو المشتريات من ايكيا، صراحة صدفت معينات بأثمنة خيالية، لان واحد السولد هاد الايام رائع. اول حاجة خديت هاد لي طاسة، انتما كتعرفوني مع داكشي ديال القهوة كنحماق على اي حاجه فيها طاس، كتلقاوني كنجري كنمشي نشريها. الوغ هادي الوغ الثمن بالضبط بالضبط غتلقاو في الاخر ديال الفيديو، فاش غندير لكم جوله في ايكيا مع الاثمنه، غتكون واحد المفاجاه بالنسبه للناس اللي مهتمه بالزرابي، لان اكثر حاجه كان فيها سولد في ايكيا هاد الفتره هي الزرابي. فريمون كاينين شي زرابي اللي كانوا ب 2000 2000 درهم، رجعوهم حتى 1000 درهم. المهم غتلقاوني في الاخر ديال الفيديو مصوره لكم لي ديتاي بلي ديمونسيون بالالوان كل شيء. الوغ تاني حاجه خديت هما هاد الكيسان، هاد الكيسان انا عقلت عليهم كيديروا 19 درهم، كانوا كيديروا 55 درهم ورجعوا 19 درهم. وخديت هاد لونسومبل اللي نورمالمون هاد الزاج مصوب بالايد، يعني ما مصوبش بشي حاجه اخرى بماشين ولا شي حاجه، بالايد، ومتقونين غزالين. الثمن ديالهم 100 درهم، كانوا كيديروا عليا 350 درهم، يرجعهم ب 100 درهم. بالنسبه لهادو راه كنت خديتهم شحال هادي، ومشيت تاني لقيت فيهم مازال السولد، وصراحه صدقوا زوينين، عاود خديت منهم جوج. الثمن ديالهم الوحده كيدير 19 درهم. هادو البنات تا هما خديتهم بحكم انني عندي داك لونسومبل اللي في الكري وفي الغوص، هادو تا هما دايرين فيهم واحد السولد خطير. المهم الاثمنه بالضبط كي كانوا كي عادوا غتلقاوهم في الجوله، راني مصوره داكشي بلي ديتاي وشارحه داكشي بلي ديتاي في الاخير ديال الفيديو. دونك خديت حتى هادو، هادو البنات ما كانوش سولدي، هادو كيدخلوا للفران، عجبوني. الثمن ديالهم كيدير 40 درهم، وكانوا هادو هما المشتريات. صراحه انا حمقوني، لان هادشي كله كنت كنشوفه في ايكيا كان كيجيني شويه غالي، مي فاش داروا فيهم السولد ما قلتش لا وخديتهم. فلو كنتي مهتمه بهاد لي زارتيكل زائد زرابي، سيري فهاد الفتره، لان فريمون السولد فيها زوين بزاف. وبعد ما درت لكم المشتريات، ما يمكنش نخليكم تمشيوا بلا ما نوريكم حيلة من بعد حيالي في الاواني الرخاميه، كيفاش من رخامه درت بلاطو اللي جا رائع بزاف. الاثمنه ديالهم البنات برا راهم غاليين، وهذا رخام حقيقي. المشكله الوحيده في هاد البلاطوات هما شويه تقال، مي معليش تقدري تحطي فيهم ديكور فوق البوطاجي ديالك، تقدري تحطي فيهم مثلا جو سي با داكشي ديال الفرماج، اللي حاجه اللي تهزيها مره وهكا مره في اش تقدري تعطي واحد ديكور زوين في المعنى ديالك. طريقه التصاويب ديالهم ولا اسهل، كتجيبي الشينيور كتعلمي البلاصه اللي غادي تحفريها، وهاد البلاصه هي هادوك اللي ديال الباب، هادو راه ديال البيبان، راه كيديروا غير 7 دراهم، كتعبريهم وكتحفري وكتلصقيهم بداك الكرو والغونديل والفيس ديالك، وهو بلاطو واجد تقدري تحطي فيه اي حاجه، كيبان رائع. كنتمنى ان هذا الاقتراح تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نخليكم مع الجوله في ايكيا مع الاثمنه ديال كل حاجه. كنتمنى بان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، خليكم مع الجوله ونقول لكم خليتكم في امان الله. لكن عندكم اي سؤال ما تنساوش تخليه ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تزوروني في الانستغرام اللي هو فدوى تيغي بالويت شانيل، راني اكتيف فيه وكنجاوب تقريبا تقريبا على كاع الرسائل. خليتكم في امان الله، باي باي.